نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فاتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولك السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل